شهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه منافسات بطولة البحرين الدولية للرجل الحديدي، والتي انطلقت في وقت مبكر من صباح اليوم بمشاركة أكثر من 1200 متسابق ومتسابقة من نجوم وأبطال العالم، إلى جانب مشاركة رياضيي مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. لدى وصول جلالة الملك المفدى حلبة البحرين الدولية الفورمولا 1، كان في الاستقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس لجنة الأولمبية البحرينية. وقد توج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة الفائز بالمركز الأول تيرينزو بوزون، وهو من فريق البحرين للتحمل 13، والفائز بالمركز الثاني ستيفن جوستس، والفائز بالمركز الثالث سام أبليتون، وهو من فريق البحرين للتحمل 13. كما فاز من فئة النساء بالمركز الأول سارة كرولي، وبالمركز الثاني إيما بالانت، وبالمركز الثالث كارولين ستيفن. وهنأ جلالته الفائزين والمتسابقين في هذه البطولة متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد. بعد ذلك قدم سمو الشيخ ناصر إلى جلالة الملك المفدى إيجازا عن المراحل التي اشتملت عليها بطولة الرجل الحديدي، وهي السباحة، الدراجات الهوائية والجري، والمشاركين في هذه البطولات الذين يمثلون نخبة من الرياضيين العالميين ذوي السمعة العالمية والمستوى المعروف، وكذلك الرياضيين الهواة. كما تبادل جلالة الملك المفدى الأحاديث مع الرياضيين المشاركين في هذه البطولة الذين أبدوا شكرهم وامتنانهم لمملكة البحرين على تنظيمها هذا التجمع الرياضي وتقديرهم لما قدمته من تسهيلات وإمكانيات لإنجاحه. وبهذه المناسبة هنأ جلالة الملك المفدى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على النجاح المميز الذي حققته هذه البطولة العالمية وأظهارها بالصورة المشرفة التي تعكس المكانة الرفيعة لمملكة البحرين وقدرتها على تنظيم مثل هذه الرياضات الكبيرة بنجاح باهر واستقطاب أفضل الرياضيين العالميين. مشيدا جلالته بالدور الذي يقوم به سموهما وما يبذلانه من جهود كبيرة في تنويع الرياضات وتشجيع الشباب البحريني على المشاركة فيها ووضع الخطط والبرامج بهدف الارتقاء والنهوض بمختلف الألعاب الرياضية في المملكة. كما استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة فريق البحرين للتحمل 13 الترايثلون الذي يشارك فيه نخبة من أبرز نجوم الرياضة في العالم، حيث أشاد جلالة الملك المفدى بجهود سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد في تأسيس هذا الفريق الذي يمثل البحرين دوليا ومساهمتهم في الترويج لمملكة البحرين عبر النتائج والإنجازات التي يحققها الفريق في مختلف البطولات العالمية، معربا جلالته عن اعتزازه بهذه النتائج للفريق البحريني متمنيا لهم كل التوفيق والسداد والمحافظة على هذه الإنجازات والمكاسب الرياضية من خلال استمرار التدريب والإعداد والاستعداد الجيد لخوض المنافسات القادمة. وأكد جلالة الملك المفدى أن هذا الحدث الرياضي حظي بمتابعة وحضور جماهيري كبير وعكس المنافسة الشريفة بين رياضيي العالم، منوها جلالته أن هذه اللقاءات والتجمعات الرياضية هي وسيلة مهمة لزيادة التعارف والصداقة والتعاون وتعزيز الثقافات بين رياضيي وشباب مختلف دول العالم. بعد ذلك تابع جلالة الملك المفدى جانبا من منافسات هذه البطولة ومشاركة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة في منافسات هذه البطولة.
هذا وانطلقت بطولة البحرين الدولية للرجل الحديدي برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وسط مشاركة أكثر من 1200 متسابق من مختلف دول العالم، وذلك من فندق الفور سيزن بالمنامة إلى حلبة البحرين الدولية للسيارات. وانقسمت البطولة إلى جانبين من التنافس، شكل فيها المحترفون الجانب الأول بوجود نخبة من الرياضيين العالميين ذوي السمعة العالمية والمستوى المعروف، ومن بينهم فريق التحمل 13، فيما خاض الهواة نفس المسافات. وانطلق سباق الترايثلون، حيث تنافس المشاركون في مرحلة السباحة لمسافة 1.9 كيلو، ثم سباق الدراجات الهوائية الذي امتد لمسافة 90 كيلومترا، فيما اختتمت البطولة بسباق الجري لمسافة 21 كيلو و100 متر. وشهدت البطولة تنافسا كبيرا بين المشاركين طوال المراحل الثلاث، حيث نجح المتسابقون في تقديم مستويات طيبة، كما شهد السباق حضورا جماهيريا لافتا تفاعل مع أحداث هذه الفعالية الدولية. هذا وقد تعرض سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية إلى إصابة نتيجة تعرض دراجته الهوائية للإصابة إثر الرياح الشديدة التي شهدتها المملكة، مما حال دون تمكنه من مواصلة السباق، وقد حرص سموه على متابعة السباق وتحفيز المشاركين حتى النهاية. سلامات إن شاء الله أبو حمد. الله يسلمك. شو اللي حصل طال عمرك يعني؟ والله للأسف خاني السيكل شوي بقوة الهواء، في عادة تصير ضربات هواء قوية، ضرب السيكلي وطار السيكل في الهواء وطحت على الجنب، يعني صارت إصابات بسيطة ما بينها تعيقني من المشاركة إن شاء الله. الحين الجسم حار، ما أعتقد أنه في إصابات بليغة، بس يوم كنت حملت السيكل أبي أكمل عليه لقيت السيكل مكسور، فهذا اللي عاقني، ولا أنا يعني أقدر أكمل وأبي أواصل السباق، بس للأسف قدر الله ما شاء فعل. نعم، الحمد لله على كل حال طول العمر، وإحنا عارفين أنك بتكون الآن مشجع لجميع المشاركين الآن. بإذن الله بإذن الله أنا بروح الحين هناك وأشجعهم إن شاء الله. هذا وبارك سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وللحكومة الرشيدة ولسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية النجاح الباهر الذي حققه سباق بطولة البحرين الدولية الرجل الحديدي الترايثلون التي أقيمت يوم أمس تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وذلك تزامنا مع احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية في يومي 16 و17 من ديسمبر والذكرى 17 لتسلم جلالة عاهل البلاد المفدى مقاليد الحكم. وأكد سموه أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الداعم الأول للرياضة البحرينية، مضيفا سموه أن ما يحظاه قطاع الشباب والرياضة من اهتمام واسع من لدن جلالته أيده الله ساهم بمواصلة البناء والتنمية في هذا القطاع، والذي انعكس على استضافة وتنظيم مختلف الفعاليات والبطولات الرياضية وتحقيق البحرين للعديد من الإنجازات بمختلف المشاركات أو البطولات الدولية. مضيفا سموه أن حضور وتواجد جلالة الملك المفدى حفظه الله بمنافسات السباق ساهم في تحقيق هذا السباق أعلى معدلات النجاح، والذي احتضن 1200 متسابق من مختلف بلدان العالم. جاء ذلك خلال مشاركة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بمنافسات سباق الدراجات والجري بالسباق الرئيسي، حيث تابع سموه انطلاقة منافسات السباحة بفندق الفور سيزنز، وأشاد سموه بما حققته البطولة من نجاح باهر عكس الجهود المخلصة التي بذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لتنظيم هذا الحدث على أرض المملكة، والذي حقق جميع التطلعات والأهداف التي رسمها سموه لتعزيز مكانة البحرين على خارطة الرياضة العالمية، ويدعم الشباب الممارس لهذا النوع من الرياضات، ويعزز من ثقافة الرياضة لتكون نمط حياة صحي لجميع فئات المجتمع.
واطمأن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على صحة وسلامة أخيه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بعد أن اضطر سموه لمغادرة السباق بسبب العطل الذي تعرضت له الدراجة، وأدى ذلك إلى سقوط سموه وتعرضه للإصابة، متمنيا سموه لأخيه موفور الصحة والتوفيق والنجاح في المشاركات القادمة. وقد أعرب سموه عن سعادته الكبيرة بهذه المشاركة، مشيدا سموه بالمشاركة الفاعلة من جميع المتسابقين الذي ساهموا في دعم نجاح هذه التظاهرة الرياضية الفريدة، موجها سموه في الوقت ذاته الشكر والتقدير لجميع أعضاء اللجنة المنظمة على ما بذلوه من جهد متميز ساهم في إبراز وإنجاح هذا الملتقى الرياضي الدولي. مؤكدا سموه في الوقت ذاته أن البحرين تسخر بالسواعد الشبابية التي تمتلك القدرات الكبيرة القادرة على تنظيم مختلف البطولات العالمية التي تحتضنها مملكتنا الغالية.